مراجعة هامة واختبار في الفرنسية لتلاميذ سنة رابعة ابتدائي. تكست اختبارات الفصل الأول دائما نراها تتكلم عن الحي، وصف الحي. لاحظ معي، تكست النص، سوف نقرأ النص. Je m'appelle مجيد، اسمي مجيد. Mon quartier حي كبير. اي جولي، جميل. Il y a des immeubles، موجود في عمارات. Une pizzeria، موجودة عمارات. بيتزيريا، ان جاردان، حديقة. دي توبوغان، اون سوبيريت. ات اون ايكول، سي ان كارتي بروبر، هو حي نظيف. نعاود القراءة. جو مابيل ماجيد، مون كارتي اي غران اي جولي. il y a des immeubles، une pizzeria، اي جاردان، دي توبوغان، اون سوبيريت. ات اون ايكول، C'est un quartier propre. Question est-il la compréhension de l'écrit? Qui parle dans ce texte? Quelqu'un من يتكلم في النص. Qui parle dans ce texte? شكون اللي يتكلم؟ Je m'appelle Majid. إذا أنا اسمي مجيد، يوصف الحي تاعو. إذا نكتبو مجيد، نكتبو مجيد هو اللي يتكلم في النص. إذا نكتبو Majid parle dans ce texte. Répond. Répond par vrai ou faux. Agib bisahih ou khata. Le quartier de Majid. Galk hay Majid saghir. هل هذا صحيح؟ إذا فو، قلنا مون كارتي إي غران، غران كبير، معناها خطأ، نكتبو فو في النص، غران مش بوتي. دون لو كارتي دو مجيد إليا دي زيموبل، قالك في حي مجيد كاين عمارات، إذا عمارة، إذا فري. ها إليا دي زيموبل. لاحظ معي، مجيد أبيد دون ان كارتي بروبر، سي ان كارتي بروبر، نقولو فري صح، هو يسكن في حي نظيف وجميل، فري. هنا تروف دون لو تيكست لو سينونيم دو بو، الكلمة معنى سينونيم بو، معنى جميل. هاهي جولي، هاهي جو جو جولي، راح نكتبو هاهي. هي معنى remplace، هنا استبدل le سوجي الفاعل سوليني par elle أو il، راح نبدلو الفاعل، رانا قرينا كيفاه نبدلو الفاعل، كي يكون مؤنث نديرو ال، كي يكون مذكر نديرو il. مجيد est un ami de quartier، مجيد راح نبدلوها اذا il. أمينة أبيت لو كارتي عميروش، راح نبدلوها ب ال، غومبلاس ال. كي يجيك سؤال هكذا دير نفس الخطوات هذه، كي يكون مذكر نديرو ال، كي يكون مؤنث نديرو ال. هنا نصرفو كومبليت، راح نصرفو فيرب افواغ. نو زافون ان جولي كارتي، نحن عندنا حي جميل، راح نو زافون، فو زافي فيرب افواغ. Tu as، نديرو AS، verb avoir لازم تحفظو. هنا transform لي مون سوليني او بلوريال، راح نحولو الكلمات هذه للجمع. عندنا إليا اون، اون كي تكون جمع نحولوها تصبح دي، كي يكون الجمع يكون نزيدوها الاس في الاخير، اس اي دي